السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يكون يومكم حلو وتكونوا مبسوطين فيه وانتوا بتتفرجوا على الفيديو ده. النهاردة كده الوصفة بتاعتنا من الاكلات المصرية الاصيلة، كتير مننا بيحبها جدا جدا ودايما بنعملها، ولكن الطرق بتختلف شوية، الاضافات بتختلف شوية، ولكن النتيجة في الاخر مضمونها هي المسقعة. من الأكلات كده اللذيذة كمان خفيفة ولطيفة وبتخلص معانا بسرعة، فيها البتنجان من أكتر الخضار اللي بحبه جدا جدا، وده اللي شجعني النهاردة إن أنا أعمل لكم الوصفة دي. هحاول كده على قد ما أقدر إن أنا أقدمها لكم بطريقة سهلة بسيطة لأي حد يحب يقوم يعملها. كمان هنعملها باللحمة المفرومة والبشاميل، تقدروا تزودوا أو تقللوا من الحاجات اللي هنحطها، ولكن في كل الحالات هتطلع حلوة جدا جدا، كمان هتطلع مظبوطة معاكم. ولكن قبل ما ابدا كده في الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا ابرار ثروت، لو عجبكم الفيديو لايك وشير، ومع شويه من البتنجان كمان شويه مع البطاطس، وهنعمل احلى والذ صينيه مسقعه معانا، كمان هنحط عليها البشاميل. كل التفاصيل في الفيديو، تابعوا الفيديو ويلا بينا على طول نشوف عملنا ايه. اول حاجه عندي في المقادير وهو الخضار. اول حاجة هستخدمها البتنجان، بنختار كده البتنجان بتاع القلي الكبير ده، يكون حجمه متوسط كمان لامع كده وفريش، يعني يكون شكله كويس ما يكونش فيه اي مشاكل. كمان هستخدم 2 حبة من البطاطس وشوية من الفلفل الاخضر الرومي، تقدروا تستخدموا الفلفل الحراق لو بتحبوها يعني سبايسي قوي، ولكن الفلفل ده بيبقى طعمه حلو فيها قوي. طبعا تقدروا تضاعفوا يعني الكمية او تقللوها على حسب مقدار اللي هتعملوه. يعني اول حاجة بنضفها البتنجان، ببدأ كده اشيل منه شرايط كده بحيث ان يكون يعني شكله بالشكل اللي انتوا شايفينه، مخطط كده ابيض في اسود، شكله حلو جدا. بعد كده بنقطعه حلقات كده، يعني تكون برضو مش تخينة قوي ولا رفيعة قوي، نعمل كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده. بحب كده اجهز للبتنجان مية تكون يعني فترة عادية من الحنفية، بحط عليها معلقتين من الملح، وابدأ ان انا انزل بكل كمية البتنجان بتاعتي واركنها على جنب. ده بيساعد ان البتنجان لونه ما يغيرش، كمان ما يسودش، ما يعملش اي حاجة في الوان يعني ما تكونش لطيفة، لان دايما البتنجان بيبقى اخر حاجة بنقليها فبيركن شوية. فالخطوة دي بجد بتساعد ان البتنجان يفضل فريش، كمان لونه حلو زي ما هو كده. تاني حاجة بجهزها هي البطاطس، برضو بقشرها واغسلها كويس واقطعها حلقات زي ما انتوا شايفين كده، كل الحلقات بتكون متوسطة ما تكونش تخينة ولا رفيعة قوي. كمان الفلفل بنغسله كويس جدا، بعد كده بقطعه كل واحدة يعني ربع، وبعد كده بنعملها زي المربعات الصغيرة على حسب حجم الفلفل اللي عندي، مش محتاجة يكون صغير قوي، كمان ما يكونش كبير قوي علشان يبقى مظبوط مع كل الخضار. تقدروا تستخدموا فلفل ألوان زي ما تحبوا. بالنسبة بقى لسوى الخضار، فإحنا هنقليه في زيت، يكون زيت كده متوسط ما يكونش يعني غزير أو قليل قوي، علشان البطاطس كمان البتنجان يتحمر كويس. أول حاجة ببدأ بيها هي البطاطس، تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، وعلى طول بنطلعها على مناديل علشان تسحب كل الزيت الزيادة اللي فيها. تاني حاجة بنحمرها وهو الفلفل. الفلفل انا مش محتاجة ان لونه يغير تماما، يدوب بس كده بياخد تشميعة خفيفة جدا في الزيت وبنطلعه على طول، محتاجة يكون كده صحيح يعني بنفس لونه، ما غيرش لونه خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بجد بيفرق قوي في الطعم. حاولوا كده تطلعوه بنفس اللون اللي انتوا شايفينه ده بالظبط علشان ما يغمقش كمان يمرر معاكم. اخر حاجة بحمرها وهو البتنجان، يعني علشان كده البتنجان دايما بيغمق الزيت شوية، فبنبدأ بالفاتح ثم الفاتح ثم الاغمق، وهو اخر حاجة البتنجان. ما تحرقهوش خالص، كمان ما تدلوش لون اغمق من ده، حاولوا كده يكون لونه يعني ذهبي وحلو كده علشان يديكوا افضل طعم في المسقعة. لو غمقتوه عن كده هتحسوا بالفرق اللي انا بقولكوا عليه. بعد كده على طول برضو بنطلعه على مناديل. كمان نحاول كده نوزع البتنجان، ما نحطوش على بعض والخضار كله علشان يبدأ المناديل تسحب كل الزيت الزيادة اللي فيه.
المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الصلصة، بجيب الحلة وفيها معلقتين من الزيت كده، وبعدين بحط عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم، يكون مفروم ناعم يدوب ياخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وعلى طول بمعلقتين كبار من الخل. ما تكتروش خل عليها، يدوب بس معلقتين او معلقة ونص يعني كمان لو تحبوا. بعد كده هنزل بالطماطم المفرومة فريش، وهسيبها تتسبك لحد لما تتسبك تماما معايا، وبكده الصلصة تكون جاهزة. كمان بالمناسبة أنا حطيت عليها ملح وفلفل وكمون، ولكن مصورتش الحتة دي يعني، فما تنسوش البهارات زي ما أنا نسيت أصورها لكم. بعد كده بقى نيجي لمرحلة اللحمة. أنا بجيب طاسة كده سخنة على النار، وبحط فيها اللحمة المفرومة بتاعتي تاخد صدمة ويغير لونها. أول ما بيبدأ لونها كده يديني اللون الرصاصي اللي انتوا شايفينه ده او الجراي، ببدأ على طول انزل ببصلتين كبار مفرومين ناعم، وببهر بملح وفلفل اسود. تقدروا طبعا تضيفوا اي بهارات انتوا بتحبوها، ولكن انا بكتفي بكده علشان اخد طعم اللحمة. تقدروا كمان تستغنوا عن اللحمة المفرومة في الوصفة دي تماما، يعني مش محتاجينها لو انتوا مش متوافرة، ولكن هي بتدي طعم حلو قوي للمسقعة. بعد ما بتستوي معايا باخد معلقتين من الصلصة اللي جهزتها وبقلبهم فيها، وبكده بتكون اللحمة جاهزة عندي وبركنها على جنب. اخر حاجة هجهزها وهو البشاميل. دايما كده لما تعملوا البشاميل عشان يطلع مظبوط معاكو، استخدموا مقدار الدهون هو نفسه مقدار الدقيق. يعني لو حطيتوا معلقتين من السمنة او الزبدة، حطوا معلقتين من الدقيق، وهكذا على حسب المقدار اللي هتعملوه. انا حطيت معلقتين من السمن البلدي، كمان معلقتين من الدقيق. يعني بصوا شكله بيبقى كريمي شوية وانتوا بتقلبوه كده، اضمنوا انه يطلع مظبوط جدا معاكم. بنقلب كده دي مع المادة الدهنية اللي استخدمناها لحد لما بتأكد ان دي استوى، ما يكونش ني كمان لونه بدأ يعني يصفر سنة صغيرة جدا جدا. على طول بنزل بالحليب. الحليب بتاعي يكون يعني دافي، ما يكونش سخن قوي، بنزل بشوية صغيرين جدا على الدقيق وبقلبهم لحد لما الدقيق يشرب الحليب. بعد كده بنزل بشوية كمان صغيرين لحد لما الدقيق يشربهم، وهكذا لحد لما بكمل كمية الحليب بتاعتي كلها على الدقيق. الخطوة دي بتضمن لي ان البشاميل بتاعي ما يتكتلش، كمان ما يعملش كده يعني كتل، يبقى انسيابي كمان يطلع مظبوط جدا معايا. لو لا قدر الله كده بلبز معاكو او عمل تكتلات، على طول بتاخدوه وتحطوه في الخلاط بعد ما بيخلص، وتضربوه وتنزلوه تاني في الحل. ولكن لو مشيتوا على الخطوات زي ما انا بقولكوا كده بالظبط، هيطلع البشاميل مظبوط جدا معاكو. بسيبه بس على النار ياخد غلوة واحدة، كمان بنزل عليه بشوية من الفلفل الاسود وشوية من الملح، وورقة واحدة من الغار او ورقة من الورق اللورة، وبسيبهم يدوب كده ياخدوا غلوة معايا، وبكده كمان البشاميل يكون جاهز. نيجي بقى للمرحلة دي وهي مرحلة تجميع جميع المكونات. بعد ما خلصنا البشاميل الخضار اللحمة المفرومة كمان الصلصة، هنجمع كل الكلام ده مع بعض. مفيش قاعدة ثابتة ان انتوا تحطوا ايه الاول او ايه الاخر او تعملوا كام دور، ولكن يعني انا هوريكم طريقتي. طبعا انا بحب احط الاول البطاطس، بعد كده بحط البتنجان والفلفل، وبعد كده بحط على طول معلقتين كبار كده من الصلصة. طبعا انا في خطوة مهمة جدا نسيتها، ان انا احط شوية من البشاميل تحت خالص في اول الصينية، ولكن انا حبيت اقول لكم يعني علشان انتوا لو هتعملوها زي ما انا بعملها، حطوا شوية بشاميل الاول في الصينية قبل ما تبدأوا بالخضار. بعدين بحط اللحمة في النص، وبحط عليها كمية حلوة كده من الصلصة. بعدين بحب كده اختم بالبطاطس. تقدروا كمان تعملوا كمان طبقة من البتنجان او الفلفل او البطاطس، تعملوا كام طبقة على بعض زي ما تحبوا، ولكن انا بحس كده ان هي خفيفة كمان، يعني سمكها ما يكونش عالي قوي، وفي نفس الوقت بتبقى طعمها احلى. اخر حاجة بختم بيها وهو البشاميل. بحب كده احط طبقة محترمة على الوش من البشاميل، وبس كده
بنظبطها وخلاص. اخر خطوة كمان بحب ازود شوية من الجبنة، جبنة رومي، تشيدر، موتزاريلا، اي نوع جبنة، ده علشان يديني لون حلو بس في الاخر. لو مش متوافر عندكم طبعا ما بنستخدمهاش، بدخلها الفرن كده على درجة حرارة 180 كده لحد لما تبدأ بس يعني تستوي كويس معانا، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن علشان اوريدي كل الخضار وكل الحاجات مستوية من بره، يدوب بس تتماسك مع بعضها 10 دقايق وبنبدأ نشغلها الشواية علشان تتحمر من فوق. كمان لو الفرن كويس عندكم هتاخد لون على طول من غير ما نشغل الشواية، وده الشكل النهائي بتاعها. أكلة كده سريعة لذيذة من الأكلات اللي بجد بحبها جدا جدا، كمان مفيدة ومغذية لولادنا. لو حابين كده القطع تطلع منتظمة جدا ومظبوطة قوي معاك، واستنوا عليها شوية يعني، سيبوها من 10 لربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة تهدى وتتماسك كويس، تقدروا تطلعوها مظبوطة جدا معاكم. ولكن انا كنت مستعجلة عليها جدا وحابة ان انا يعني اطلعها قدامكم كمان اخلص الفيديو واصوره، فعلشان كده طلعتها سخنة. كمان انا بحبها بالمنظر ده. لو عندكم ضيوف بقى وحابين ان انتوا تقدموها بشكل منتظم كمان شكل مرتب عن كده، تستنوا حوالي ربع ساعة. انا كده سبتها حوالي 10 دقايق، وحبيت كمان اطلع كده قطعة معاكو علشان اوريكو بتطلع ازاي منتظمة اكتر من الشكل الاول. ولكن في كل الحالات هي طعمها يجنن، كمان طعمها حلو جدا. تقدروا بقى انتوا تزودوا في الاضافات او تقللوا زي ما تحبوا، في كل الحالات هيطلع طعمها لذيذ جدا، كمان سهلة وبسيطة في التحضير. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى ان يكون عجبكم وكمان مفيد بالنسبة لكم. اتمنى ان انتوا تجربوا الاكلة دي والوصفة دي لو انتوا ما تعرفوهاش، ولو انتوا تعرفوها بتعملوها بطريقة تانية اعملوها بطريقتي، هتعجبكم جدا جدا، طعمها بجد لذيذ وسهلة وبسيطة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، و باي باي، اشوفكم في فيديوهات كتير جاية ان شاء الله.